والله هذا طبعا عمل غير مسؤول، يعني هذول الاشخاص مش عارف يعني شو هدفهم. احنا عندنا يعني سنين بنستنى الباص السريع، عندنا كم من سنه بنستنى، بعدين يجوا شويه زعران بلطجيه يكسرون الدرج القزاز ولا ما بصير. عم لا يا سيدي، الاعتداء طبعا غلط جميع اشكاله، هاي مقدرات وطن بدنا نحافظ عليها. كفي انه ثروات الوطن مستنزفه، بس احنا بنفس الوقت بدنا نحافظ على كل ممتلكاتنا، وهذا اكبر خطا انه واحد يعتدي على ممتلكات الدوله، مش ممتلكات دوله، ممتلكات بلد وشعب. طبعا هذا ابدا عمل غير لائق ولا يتناسب مع اخلاق الاردنيين واخلاق الشعب الاردني الكريم، ولكن هو يعبر عن فئه ان شاء الله يعني قليله جدا في المجتمع، ولا يعبر عن المجتمع الاردني المعروف ب أخلاقه العالية وفهمه وسعيه للتطور. عمل تخريبي هذا، ما بصير هذا الحكي. طبعا هذا أكيد إجراء غير أخلاقي، وكنا نتوقع أنه إحنا طبعا الحمد لله إحنا في دولة رائعة ممتازة، خدماتها ممتازة. الاعتداء على مثل هذه الممتلكات اللي بقول إنها الممتلكات العامة، طبعا هذا باعتقادي شيء خطأ، يعني يصل إلى درجة الخطأ الكبير. تصرف غير لائق، وهي أموال عامة، يعني هذا بيخدم الجميع، يعني السلم هذا الجميع، يخدمني، يخدم أبنائي، يخدم جميع المواطنين. يعني هذا العمل غلط، يعني أول شيء حرام، يعني الله عز وجل حرم أنه الواحد يخرب على ممتلكات العامة، وهذا اسمه خراب الممتلكات العامة.